صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على تلفزيون نورسات وصفحتنا على فيسبوك نورسات جوردن. بنصبح عليكم في هذا النهار، بنتمنى لها لكم نهار سعيد يا ربي ومفرح وبالأخبار السارة دائما وأبدا. نحن أيضا بهذا الموسم نحتفل فيه بأعياد العنصرة، بعيد العنصرة وحلول الروح القدس، واللي راح يكون عنوان حلقتنا مفاعيل العنصرة. وأنا وأبونا جورج الشرايحة راح نكون معكم لمدة ساعة للساعة 10 صباحا. فنتمنى أنه الحلقة تستمتعوا فيها، تفيدكم قبل الاستمتاع أنها تفيدكم وتعمل تغيير بحياتكم. طبعا إحنا زي عادتنا لكل حلقة بنحكي أشياء اللي صارت خلال الأسبوع، لكن بداية خلينا ناخذ البركة وبعدين نبلش وننطلق ببرنامجنا. تفضل أبونا. صباحكم نور أعزائي المشاهدين، ومثل ما تفضلت الدكتورة، أجمل إشي نبلش فيه نهارنا اليوم هو الصلاة والابتهال إلى الروح القدس. بنقول له أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. أمين أمين يا رب العالمين. فبداية أبونا، إذا بدنا نحكي عن واحد من الأخبار عن السينودس، تفضل تحكي لنا. سينودس كنيستنا طبعا، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، في هذه الأثناء انعقد، هو من يوم الأمس صباحا ومستمر حتى يوم الجمعة مساء. أهم ما في على لائحة جدول أعمال السينودس لهذا العام 2021 هو السادة الأساقفة اللي الله يعطيهم العافية قدموا استقالتهم بسبب بلوغ السن القانونية 75. نعم، وهم سيدنا جنبارت، يوحنا جنبارت مطران روم الملكيين الكاثوليك في حلب، وسيدنا صواف مطران لاذقية، وسيدنا أندري حداد، وسيدنا الياس رحال مطران بعلبك، وسيدنا أندري حداد مطران زحلة، قدموا استقالتهم لبلوغ السن القانوني. يعني عندكم انتخابات هلا؟ نعم، فبرشحوا كالعادة القانون الكنسي غبطة أبينا البطريرك مع السادة الأساقفة مجتمعين، برشحوا أسماء وبرفعوها للفاتيكان طبعا لأخذ موافقة قداسة البابا، وإن شاء الله الله يبعث كهنة يكونوا أساقفة صالحين استمار روح القدس. آمين. دكتورة، عن موضوعنا بحب أبلش بس بكلمة بسيطة، إنه ليش بيسموه عيد العنصرة؟ نعم. ليش مش عيد الروح القدس؟ نعم، كلمة العنصرة كانوا يستخدموها الفلاحين زمان لما يلموا الغلة المحصول، خصوصا العنب والزيتون. حلو. كان في عندهم زمان كيف المعصرة هلا، إشي من الحجر كانوا، وزي حجر رحى هذا اللي بلف فيه وبيحطوا الثمار بعصرها، يا بيسووها بيد العنب أو طبعا الزيتون بيطلعوا لها زيت. هذه العملية كانوا يسموها عنصرة الفواكه، العصر يعني. من كلمة عصر، عنصريت، عنصريت باللغة العبرانية. فاليهود كانوا يحتفلوا في عيد الموسم الغلال لما يعملوا العصير والهذا، نعم، يقدموا لربنا بواكير الطبيعة اللي الله منحها إياهم، يعني مثلا الزيت بيقدموا للهيكل، كانوا الخمر للكهني. فهاي الاستخدامات من هون، هذا العيد، العيد اللي تقديم أحسن ما عندهم، أجمل ما عندهم، واستخدموه بالعهد الجديد في فعل حلول الروح القدس، وحصلت هذه العنصرة، الاتحاد التلاميذ مع بعضهم البعض، وهو عكس ما حدث. يذكرنا قصة العهد القديم لما في برج بابل بناؤه، لما تبلبلت الألسن، صاروا يحكوا لغات مختلفة لأنهم تحدوا ربنا في بناء البرج. العنصرة هي عكس هاي الشغل، بالعكس هم تجمعوا وأصبحوا يحكوا كل لغات الحجاج، الحجاج، نعم، الحجاج اللي كانوا موجودين في منطقة القدس بيصلوا مع بعض، فكل واحد من التلاميذ حكى لغتهم. من هنا إجت الكلمة اللي مش عارف شو معنى كلمة عنصرة. العنصرة، حلو حلو، يعني هذه معلومات مفيدة للمشاهد والمتابع. هلا بالنسبة لأخبارنا الأخرى بنورسات، أطلقنا موقع جديد لنورسات الأردن،
وإطلاق إطلاقنا لهذا الموقع مش معناته إنه إحنا انفصلنا أو إحنا عملنا استقلالية لوحدنا بعيد عن نورسات الأم، لكن هذا الموقع هو روحانيته ورسالته مربوطة بنورسات الأم ببيروت. لكن نحن ميزنا هلا انه موقع اخباري خاص باخبار الاردن وكنيسة الاردن، لانها زاخرة بالنشاطات وزاخرة بالاخبار المحلية والكنسية، واحنا على مستوى كل الكنائس في الاردن. نعم. العائلات الكنسية الروم الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين والإنجليين والباقي الكنائس الأخرى. يعني دكتورة تنويه كمان، لأنه حضرتك بتشتغلي على إقليم الإقليم. نعم. ثلاثة أقاليم اللي هي إقليم الناصرة. نعم. منطقة 48 فلسطين ومنطقة الضفة الغربية والأردن والأراضي المقدسة، يعني إحنا بنحكي. نعم. عن ثلاث أقاليم. فإحنا بها تغطيتنا صار في شوية يعني صعوبة إنه نتابع الأخبار المحلية على موقع نورسات الأم nursat.tv. فهلا احنا عملنا نورسات جو طبعا ببركة نورسات الأم وبركة مسيو جاك اللاسي وإدارة النورسات، انه نعمل nursatjo.org. راح يكون فيها معظم الأخبار المحلية الأردنية الكنسية والإقليمية، أخبار الأراضي المقدسة اللي عم نغطيها. يعني هي انه النشاطات اللي عم نغطيها نحطها على موقع خاص فينا. فهذا الشيء طبعا تم إطلاقه ببركة مجلس رؤساء كنائس الأردن، وأيضا كان في القداس الاحتفالي اللي صار بعيد العنصرة يوم الأحد في كنيسة الصويفية، وكان على يد سيادة المطران ويليام الشومالي وبركة رئيس مجلس رؤساء الكنائس المطران كريستوفورس عطالله وباقي الكنائس المحلية في بركتها. فبنتمنى انه زيارة الموقع تعطونا ملاحظاتكم على الموقع. واللي بيميز هذا الموقع كمان انه فيه رزنامة، وهي رزنامة مسكونية، يعني فيها كل الأعياد الكنسية الأرثوذكس واللاتين الكاثوليك واللاتين، فصلناهم برزنامة مكتوب على الرزنامة الرعوية، وفيها الأعياد. يعني كل كنيسة مثلا الكاثوليك بتروح على الرزنامة الكاثوليك بتشوف اليوم هذا عيد مين من القديسين، نفس الشيء الأعياد اللاتين، نفس الشيء الأعياد الأرثوذكسية بتدخل على الرزنامة الرعوية وبتدخل على الكنيسة الخاصة فيك وبتشوف اليوم هذا عيد أي قديس من القديسين. هذا للمعرفة، وأيضا للي بيحب يتابع أعياد القديسين والمناسبات الكنسية والطقس الكنسي. فبنتمنى أنه ينال إعجابكم ويكون ليش دائما احنا بعيد العنصرة عيد تيلي لومير. كل عام انتم بخير. عيد العنصرة لانه حكم حل الروح القدس على التلاميذ وانطلقوا للبشارة، فهكذا ايضا كمان نورسات هي تنطلق للبشارة في هذا اليوم دائما، وان شاء الله بتضل رسالتها مستمرة. وفي كمان بدي اقتبس من ابونا فرح حجازين في كلمته اللي حكاها وقت ذكرى صيامته الكهنوتية الخمسين عاما، الذكرى الذهبية، اليوبيل الذهبي، عندما قال بطرس الرسول لو كان في نورسات على زمنه كان اراد انه يكون ضمن فريقها. فيعني هذه بركة وهذه شهادة كمان حلوة. شهادة حلوة منك يا ابونا فرح، نتمنى لك حياة مديدة مع عابرة وعابقة ومتميزة ومستمرة في الخدمة والعطاء والمحبة. والان راح يكون معنا باتصال هاتفي، مبارك له مباشرة على الهاتف. بالنسبة لاخبارنا الاخرى، لازلنا مستمرين بنشر كلمة ربنا من الأراضي المقدسة عبر أبونا أنطوان دويهي، من وجه له تحية من الكنيسة المارونية في القدس، وأيضا من عند الكنيسة الأرمنية وأيضا في القدس، بتنقل أداديسها المستمرة كل أسبوع مباشرة على صفحتنا. وفي من الأخبار أيضا
في البطريرك ثيوفيلوس يكلف المطران خريستوفورس رسميا بإدارة شؤون مؤسسات البطريركية التربوية. عملوا لجنة لتقييم المناهج التربوية لكنيسة الروم الأرثوذكس، وإن شاء الله نتمنى لهم لهذه اللجنة خدمة مباركة لتطوير وتحسين المناهج البطريركية التربوية إن شاء الله. وأيضا هناك أخبار، أمين عمان يلتقي شباب الكنيسة. طبعا من اللغط اللي والأخبار اللي سمعتوها مؤخرا عن موضوع جمعية الكتاب المقدس واللائحة واللوحة اللي أموها أمانة عمان، واعتذرت أمانة عمان إنه عن عدم فهم للموضوع، صار في من الموظفين أو الموجودين إنه عملوا هذا التصرف الغير واعي وغير منطقي. فالتقوا بمجموعة من شباب الكنيسة أمين عمان مع الكادر الأمانة أمانة عمان، وتباحثوا في أمور الشبابية ونشاطاتهم وأفكارهم. فكان يعني أنا بعتبر إنه هذا اللقاء لقاء مثمر وحلو، إنه يقعدوا ويتباحثوا ويحكوا، خاصة الشباب، هو الشباب الثائر اللي دائما يكون هو المندفع شوي المندفع. فيعني هذه إحنا من عمل من بنحطوا نقطة إيجابية في أمانة عمان بلقائهم مع الشباب، وإن شاء الله يكون ثمار هذا اللقاء يكون بالفائدة تعم الجميع للوطن. آمين آمين يا رب. الصلت تودع الأرشمندريت حدادين تستقبل أب حداد، فرعية الصلت نتمنى لأبونا حكمة حدادين الصحة والقوة وربنا يعطيه العافية. خدم لمدة 14 سنة بالسلط فالله يعطي العافية. وهل بنتمنى لأبونا حداد سليم حداد خدمة مباركة في مدينة السلط. مدينة السلط مدينة كبيرة يعني بتحتاج دم شباب. بالضبط، ودم الشباب يعني إن شاء الله أبونا حداد بيقدر إنه يقوم بهذه المهمة وربنا معاه، فبكل مع ربنا أستطيع كل شيء. آمين يا رب. وبالنسبة لأخبارنا الأخرى، طبعا في عنا احتفالات التخريج واحتفالات المناولة والتثبيت، لازلنا احتفلنا بعيد العنجرة بعيد العذراء بعنجرة أيضا في قداس كامل. فهذه أخبارنا وأخبار الكنيسة خلال الأسبوع. طبعا بتلاقوها كلها في نشرة الأردن في أسبوع بالصوت والصورة والتقارير المصورة. فنحن نرجع هلا لضيوفنا لعيد العنصرة ولعيد العنصرة مفاعيل عيد العنصرة. طبعا احنا ابونا المشاهدين والمتابعين بيعرفوا ثمار الروح القدس ومواهب الروح القدس، لكن نحن بدنا ننطلق من هذه الافكار وننطلق كيف يعني الروح القدس يعمل فينا. نعم هذا اهم بس شيء. قبل شباب في اتصال، ابونا فرح جاهز ولا نكمل؟ نعم نعم دكتور تفضل ابونا، تعطيك مقدمه للموضوع. في الحقيقه يسوع يوم العنصره اوكل التلاميذ وسلمهم البشاره اللي انا بسميها وكانه عينهم مراسلين صحفيين لكل العالم. بهذاك الوقت كانت البشاره كيف بدها توصل للمسكونه كلها كانت اصعب من اليوم، يعني ما كان في وسائل نهائيا الا الاساليب البدائيه زي الحمام الزاج، ان كان عبر الطيور يبعثوا الاشياء البدائيه، ولكن استطاع بهالتلاميذ بهالامكانيات البسيطه انه تنتشر من القدس وتوصل الى اوروبا وتوصل الى الهند وتوصل الى شرق اسيا. وصلت البشاره مع التلاميذ، البشاره المعاشه، وذلك بمفاعيل ونعمه الروح القدس اللي هم قبل ما ياخذوها تخبطوا التلاميذ، ضاعوا كثير منهم، عاد الى بيت اهله وتركوا الخدمه، ما يعني شيء عسير فهمه كان على العالم، ولكن بس اخذوا نعمه الروح القدس بنشوف كيف انطلقت الجماعه المسيحيه الاولى. منكمل ابونا، معلش قطعناك، منكمل مع ابونا فرح عشان ما نتركوش يصبر. على الصبر، علمناه على الصبر. صباحك نور ابونا فرح. كل عام وانتم بخير يا ابونا. صباح الخير، صباح الانوار. كيفك اليوم؟ مدرسه فضائل، علمتونا الصبر ان شاء الله، تعلمونا بقيه الفضائل. الله يسعدك يا ابونا. بحاجه لصلاتكم.
تسلم آمين يا يا رب، أبوي. واحنا كمان بحاجة لصلاة الجميع، نصلي الروح سوا، يجمعنا. الروح يجمعنا فعلا. وشكرا وشكرا على بث قداس اليوبيل، هذا شكر خاص لكم. ده واجبنا يا أبونا، أنت يعني إنسان تستحق، وخدمتك ال50 سنة يعني مش قليلة، مش 50 سنة مزحة يعني مش طبعا، مزحة. هاي نعمة من ربنا. الله يسعدك يا أبونا، وتضلك مستمر ويعطيك الصحة. أهلا. تفضل أبونا، نحن على موضوعنا اليوم مفاعيل العنصرة، فتفضل تعطينا من الزاد الروحي. الروحي. شكرا شكرا. هو في الواقع يعني موضوع العنصرة والروح القدس هو موضوع شامل، عندي عدة مواضيع. نعم. عن الروح القدس في حياة المسيح، الروح القدس في حياة العذراء، الروح القدس في حياة الكنيسة، الروح القدس في حياة المؤمنين. نعم. الروح القدس في حياة من حتى الوثنيين كمان. نعم. ولكن بنختصر اليوم بشكل عام عن عيد العنصرة. عيد العنصرة بدنا نحكي في 3 نقاط. عيد العنصرة في اليهودية، العنصرة في المسيحية، وبعض العبر من هذا العيد لحياتنا اليومية. نعم. أولا العنصرة في اليهودية. يوجد عند اليهود 3 أعياد مهمة، وهي أولا عيد الفصح، وهو عيد ذكرى عبور اليهود البحر الأحمر بعد أن غادروا مصر ومكثوا في سيناء 40 سنة وجاءوا إلى فلسطين. وكلمة فصح مثل ما بنعرف تعني عبور، أي عبور اليهود من عبودية مصر إلى الحرية في فلسطين. وأما العيد الثاني فهو عيد المظال، الذي كان يحتفل به بعد قطف الثمار، أعني بعد 5 أشهر من عيد الفصح. ففي هذا العيد يقيم اليهود في مظال، يعني في خيام، ويجمعون أثمار أصحابهم ويقدمون البواكير، أعني أول ثمار الأرض، شاكرين لله. أما العيد الثالث فهو عيد العنصرة، يعيد اليهود ذكرى 50 يوم التي صامها موسى على الجبل، وبعدها اقتبل الناموس المكتوب من الله، أي الوصايا 10. وهكذا أصبح عيد العنصرة عند اليهود هو عيد تنزيل الشريعة في سيناء، عيد العهد بين الله والشعب اليهودي، ويدعى أيضا عيد الشريعة أو عيد الكلمات 10. ثانيا العنصرة في المسيحية، يأخذ معناه وتاريخه منذ البدء من الحدث الذي حصل يوم 50 بعد قيامة المسيح من حلول الروح القدس على كنيسة المسيح كما جاء في أعمال الرسل. لما حل يوم 50 حدث بغتة صوت من السماء كصوت ريح شديدة تعصف، ملأ كل البيت الذي كانوا جالسين فيه، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أتاهم الروح أن ينطقوا. فالعنصرة المسيحية هي عيد الروح القدس، وقد سبق أن وعد الأنبياء بتنزيل روح الله على الإنسان في زمن المسيح. حزقيال النبي تنبأ وقال: أجعل روحي في أحشائكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. أما يوئيل النبي فقد تنبأ وقال: وسيكون بعد هذا أني أفيض روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، أفيض روحي في تلك الأيام وأجعل الآيات في السماء وعلى الأرض دما ونارا وأعمدة دخان. هذا وصف لما حدث يوم العنصرة، وبذلك تحقق الوعد الإلهي. العنصرة المسيحية هي أيضا هي تأسيس كنيسة المسيح، بدأ تأسيسها مع المسيح وتم بنزول الروح القدس عليها، ولا يزال الروح القدس يعمل في الكنيسة وبواسطة الكنيسة، ولا سيما في منحها للأسرار المقدسة، ولا سيما السر الميرون أو سر التثبيت. إن الكنيسة ولدت يوم العنصرة، وإن بقاء واستمرار الكنيسة هو عمل الروح القدس الذي حمى ويحمي الكنيسة رغم كل الاضطهادات وتيارات الإلحاد واللامبالاة، وحاربها حتى أبناؤها، ولكنها بفضل قوة الروح القدس بقيت صامدة على قداستها وسيرتها ورسالتها. العنصرة المسيحية هي أيضا عيد الرسالة المسيحية العالمية. يظن البعض أن رسالة المسيح هي رسالة قومية، أي مختصرة على شعب واحد، عندما سمعوا يسوع يقول:
لم أرسل إلا إلى الخراف الضال من بيت إسرائيل. وفاتهم أن عمل يسوع اقتصر على بني إسرائيل لتحقيق مواعيد الله لهذا الشعب، ولكن رسالة المسيح لم تقتصر على بني إسرائيل فقط. فها هو يقول لتلاميذه قبل صعوده إلى السماء: اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وفي أعمال الرسل قبل صعوده قال لتلاميذه: ستنالون بقوة بحلول الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا وفي جميع اليهودية والسامرة وإلى أقاص الأرض. كذلك يذكر لنا الإنجيل المقدس أن يسوع قد بشر باستمرار في الجليل حيث يكثر الوثنيون، وكذلك صنع لهم العجائب حيث شفى ابنة المرأة الكنعانية وابن قائد المئة الروماني. وكذلك كما حل الروح القدس على التلاميذ أهل الكتاب أي التوراة، كذلك يبطل لنا أعمال الرسل أن الروح القدس قد حل أيضا على القائد كورنيليوس الوثني وجماعته كما حل على الرسل. فهناك إذن عنصرتان، عنصر للرسل وأخرى للوثنيين، وذلك ليبين السيد المسيح أن كنيسته هي واحدة وهي للجميع من يهود ووثنيين، لأنه إذا كان المسيح ابن داود فهو أيضا ابن البشر ولكل البشر. ثالثا وأخيرا بعض العبر من هذا العيد: الروح القدس قد حل ليس فقط على الرسل بل على الجماعة المسيحية الأولى كلها. وبفضل الروح القدس يقول لنا أعمال الرسل عن المسيحيين الأولين: كانوا يحبون بعضهم بعضا، وكان لجمهور المؤمنين قلب واحد ونفس واحدة. ونحن الذين قبلوا الروح القدس هل نحب بعضنا بعضا؟ كانوا متجردين فقراء بالروح، ولم يكن أحد يقول عن شيء يملكه أنه خاص به، بل كان كل شيء مشتركا ولم يكن فيهم محتاج. ونحن هل نشرك الفقير بأموالنا الذين قبلوا الروح القدس؟ يقول عنهم: كانوا يصلون بعد بلا انقطاع ويسمعون كلام الله ويلازمون الهيكل كل يوم بنفس واحدة. ونحن الذين قبلنا الروح القدس هل عندنا روح الصلاة وحب الصلاة وحب زيارة بيت الرب؟ من ميزات الكنيسة الأولى القوة والشجاعة في احتمال اضطهادات حتى الموت من أجل المسيح، حتى قال عنهم بحق الكاتب ترتليانوس: دم الشهداء بدار المسيحيين. ونحن الذين قبلنا الروح القدس ما هو مدى تضحياتنا في سبيل إيماننا؟ لنطلب من الروح القدس الذي عندما حل على التلاميذ قدسهم وأرسلهم ينادون برسالة الخلاص أن يطهر قلوبنا وعقولنا لكي نضعها في خدمة الإنجيل والقريب، حتى أن من رآنا يقول عنا ما قيل في المسيحيين الأولين: انظروا كم يحبون بعضهم بعضا. وشكرا. شكرا يا أبونا، شكرا على هذا التوضيح على مسار الروح القدس في حياتنا ونحن كمسيحيين، يعني من العهد القديم إلى العهد إلى الوقت الحاضر. يعني فالروح القدس هو دائما يقود حياتنا، حياة كل مسيحي. فإذا الروح ما قادنا لكان حياتنا فارغة تهنا. شكرا لك يا أبونا. شكرا لكم، وإن شاء الله الروح القدس بيقدسنا حتى نستطيع أن نقدس الآخرين. إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. شكرا لكم، الله يكون معكم. شكرا، تسلم يا رب. شكرا عبين. هلا ما يحضروا لنا الاتصال الثاني مع أبونا جريس، فالشباب تحضروا لنا الاتصال فنحكي أبونا شوية. نعم. عن موضوع يعني الروح القدس. نعم. باختصار ولخص حكى أبونا فرح، بحكي إنه الروح القدس يعمل. نعم. ولكن سؤال: في من يعمل؟ قسمهم أبونا أنه يعمل مع العذراء، يعمل مع الكنيسة، يعمل مع جماعة المؤمنين، ويعمل في كل إنسان معمل. نعم. تمام. طيب هلأ في سؤال ماكر، سؤال مخادع شوي، بيضلهم يسألون الناس دائما أنه ما عم بنشوف بوضوح في الأشخاص خصوصا المكرسين عمل الروح القدس، وبالكنيسة مرات ما بيشوفوا أيضا بالكنيسة في ظل نزاعات وخلافات ومشاكل إدارية ومشاكل تنظيمية. طب وين الروح القدس؟ وين كان الروح القدس لما صار كذا؟ وليش ما عمل الروح القدس كذا؟ اللي بدنا نحكي إنه كنا كمسيحية بالعمات أخذنا نعمة الروح القدس، وأنا بشبهها لكنز والدك أعطاك إياه ورثتي منه،
هلا كيف تستثمري مش مشكلة والدك، هلا هو أعطاك هالكنز، صرفتي أنت على أشياء ليست ذو قيمة وبددتي أو استثمرتي وزدتي وصار معك 100 ضعف، هل المشكلة من اللي أعطاك الموهبة ولا المشكلة في كيف أفعل النعمة التي أعطاني أي الله؟ تلاميذ يسوع مين نجاهم، أنا ولا يسوع؟ يسوع اللي نجاهم. نعم. طيب طلع منهم يهوذا الخائن الغشاش اللي أسلم يسوع، نعم، طلع منهم بطرس اللي كان شوية خايف متردد، متردد نعم، وضعيف وأنكر يسوع، وطلع منهم توما اللي شك، وطلع منهم يوحنا اللي حب يسوع بعمق، حبه بكل ما أعطى من كيانه من عقله من حياته، لا بل وأصبح يعني ابن للعذراء وكأنه شقيق ليسوع بالروح، وعاشت العذراء أيام حياتها ببيت يوحنا نعم وأخذها إلى بيته بيحكي الكتاب المقدس. هاي تنقاية يسوع، وأراد كأنه يقول بقبلكم كلكم، وأنا عارفك يا يهوذا وأنا عارفك شو راح تعمل، ومع ذلك أعطيتك فرصة بس أنت ما قبلت التوبة. إذا الفكرة إنه إحنا كلنا أخذنا موهبة الروح القدس، ولكن مش كلنا استثمرناها. نعم في منا ناس دفنها بالأرض، في منها بددها ضيعها، في منها ناس استثمرها. من هو اللي استثمرهم؟ بنقول عنهم قديسين. من هون نحكي لما نحكي عن أبونا فرح بنقول هال50 سنة بينت بشغله وبتعبه بتعليم الأجيال اللي طلعت من المعهد اللاهوتي اللي كان يدرس فيه أبونا فرح، طلعت هالمعلمات وهالأساتذة اللي بيدرسوا اليوم التربية المسيحية بمدارس، يعني في ثمار انتجت عن كل كاهن بيجي على الرعيه. في ناس خلص بقول لك انا ما بحبش اشتغل بهالمجال، مش شغلتي، انا شغلتي اصلي. وفي ناس على ارض الواقع فهي مواهب استثمار، قديش الواحد بنميهم. انا بجيب النبته وبحطها عندي بالبيت، اذا ما سقيتها، اذا ما نميتها، اذا ما اهتميت فيها، شو بصير فيها؟ بتموت. نعم، وابونا عمل الروح القدس هي النار المتوقدة في قلوبنا، تختلف قليلا عن موضوع الضمير. يعني في ناس لازم الناس تميز تميز بين الروح القدس والضمير. الروح القدس العامل فينا هو يعمل من خلال الإيمان، إذا أنا أؤمن بالمسيح يسوع وأؤمن بكلامه وأؤمن بما جاء فيه وأعمل فيه. الاتصال جاهز مع أبونا جرس، مناش نتأخر عليه لكن منكمل نكمل بهذا أكيد. الحكي. صباحك نور أبو نجرياس. الله يسعدك، يسعد صباحك يا ربي. كيفك؟ صباحك نور يا أبونا. صباح الورد يا أبو، يا سفير السلام. سفير السلام كمان تحمل هذا اللقب. نشكر الله، هاي تستحق، تستحق يا أبونا. هبة من ربنا، وربنا أعطانا إياها، وهاي من إحدى نعم الروح القدس يعني. نعم حلو، هذه من جميل. مواهب الروح القدس، نعم، نعم. ونعمه وعطاياه، وأنت ممتلئ منه يا أبونا. آمين، كل آمين. المحبة. الله يطول عمرك يا ربي، يطول عمرك، وإن شاء الله ربنا يعيده على الجميع بالأمن والخير والمحبة والسلام. نعم، وأيضا بنصلي دائما زي كل الآباء وزي كل الناس كمان إنه ربنا يشيل هذا الوباء عنا جميعا يا رب. آمين يا رب، ويشفي كل مريض على سرير الشفاء والمطرحين في الأمراض، حتى آمين. نكون احنا زي ما وعدنا انه احنا ابناء الله، فهو الذي يتكفل ويحملنا بين ذراعيه ونكون بين ذراعيه دائما. امين يا رب، امين. مفعيل العنصره ابونا، نحن بهلا الاجواء العيد العنصره والاحتفال بمفعيل الروح القدس، في شويه هيك عدم فهم للناس انه الروح القدس كيف يعمل في قلوبنا، كيف يعمل بي، كيف يعطينا القوة والدفع في مسيرة إيماننا الحياتية، كيف نعيش الروح القدس، كيف نفهمه؟ فتفضل أبونا. يعني إحنا بنعود فيها للكتاب المقدس أول إشي. نعم. وعشان أوضح نقطة مهمة جدا إنه الكنيسة دائما تسير من خلال الكتاب المقدس وليس من خارج الكتاب المقدس. نعم. وهذا ما أعطي أيضا إلى الآباء القديسين، يعني الكنيسة تسير في مرحلتين، مرحلة الكتاب المقدس ومرحلة الآباء القديسين اللي سلمونا الرسالة والخلافة الرسولية في الكنيسة. يعني الكنيسة اللي عمرها 2000 سنة هي اللي حاملة للكتاب المقدس، هي اللي بتسير من خلاله. ربنا حكى في الكتاب المقدس لتلاميذه أن لا تبرحوا من أورشليم بعد صعوده إلى السماء، لا تبرحوا من أورشليم حتى تنالوا قوة من العلا. وفي يوم 50
كانوا مجتمعين وحل الروح القدس على التلاميذ بألسنة نارية، وابتدأوا يتكلمون بجميع اللغات اللي أعطاها إياه. فلذلك الكنيسة اللي تحتفل في هذا اليوم أيضا بالتأسيس كنيسة العهد الجديد ونشر رسالة الخلاص من أورشليم إلى أقصى الأرض كوعد السيد المسيح له المجد، وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. وهنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من العلا في إصحاح لوقا 24. الروح القدس أعطانا المفاعيل اللي هي مفاعيل الروح القدس في العنصرة، تغيير في الذهن، تغيير في القلب، وتغيير في اللغة. من ناحية تغيير في الذهن، يعني افتكروا أنه يعني من واجب أن الروح القدس عندما حل في العلية على شكل ألسنة نارية وسمع صوت كأنه ريح عاصفة شديدة، كان البيت بحيث كان الرسل هناك جالسين ومصليين في أعمال الرسل كما بيقول، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب الريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. إذا أصبح بهذا البيت بحسب قول القديس غريغوريوس التسالونيكي وكأنه جر معمودية يعمد الرسل بالنعمة الإلهية، كما نحن في استدعائنا وصلواتنا نعمد في نعمة الروح القدس اللي بيعطينا إياها ربنا. وعندما كان مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم حتى ينتظر الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وعم أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. هذا الوعد اللي ربنا دائما بيعطيه للإنسان، وهذا الوعد اللي أعطانا يا ربنا. لما عمد يوحنا بالماء كان يحكي دائما في نهر الأردن، كان يقول لكن هناك من سيأتي بعد ذلك الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار. هذه التغيير في ذهن الإنسان البدائي لما كان يوحنا يكرس في التوبة لمغفرة الخطايا في نهر الأردن مهيئا الطريق أمام ربنا يسوع المسيح. المفاهيم عن العالم المادي الحاضر، يعني أنه غير مفاهيم الإنسان عن العالم المادي الحاضر وجعلهم يدركون أنه بشكل واضح مدى نظرة الإنسان الأرضية مقابل الصالحات المستقبلية الأبدية. فهكذا الفكر القديم اللي كان عندهم والذي جعلهم سابقا يتصارعون بين بعضهم البعض في من فيهم سيكون أولا وأعظم، كانت بينهم أيضا مشاجرة من منهم يظن أنه يكون أكبر. هلا دائما الإنسان، هذا يعني آية من الكتاب المقدس، أنه دائما الإنسان بنظر أنه هو أكبر شيء في الدنيا وأكبر شيء في حياته وأكبر شيء، لكن لما تحل نعمة الروح القدس على هذا الإنسان يصبح في هناك التواضع ويصبح في هناك نعمة إلهية بتعطيه أنه يكون إنسان ذو محب. أنا للأسف يعني بعرفش أنا إذا الوقت، يعني إذا بنتحدث عن نعمة الروح القدس وهي نعم معنا أبونا معنا تقريبا 3 دقائق كمان. ثلاث دقائق معناته مش رحين نلحق نحكي إشي كثير. لا يعني إنه لا معك 3 دقائق، لا بنحكي منيح فيهم أبونا، تفضل كمل. على كل حال نعم. هلا الله جعل يعني إن الله من أجل بوة الحاني لنا يريد أن يقيمنا أبناء وبنات بالتبني من أجل عظيم محبته. ولم يجد شيء أعظم يعلن به محبته لنا سوى أن يأتي إلينا متجسدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وصار لنا هذا الفداء بدمه غفران الخطايا، لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حلو. الروح القدس هنا هو الساكن فينا. ولا تحزن ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به خدمتم ليوم الفداء في أفسس. إذا الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. فأقنوم الروح القدس هو أقنوم الحياة ومعطيها، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض في المزمور 104. وأيضا هذا هو حال
في كل مكان ولا يحويه مكان أو يحده، هو ينبوع النعم الإلهية. منذ بدء الخليقة كان روح الله يعطي الحياة، وروح الله يرفي، يعني زي ما بحكينا في بداية الكتاب المقدس في سفر التكوين بأول إصحاح، وروح الله يرفع على وجه المياه، روح الرب صنعني، وكما قال حزقيال وحل روح الرب وقال لي في سفر الخروج، والقديس بطرس في توبيخ ما فعله حنانية وسفيره، ما بالكما قد اتفقتما على تجربة روح الرب. يعني احنا هون شوف المواهب العظيمة اللي بعطينا إياها ربنا في هذا اليوم، اللي هي في يوم الخمسين، نعم، اللي هو أحد العنصرة ونعمة القدس اللي بعطينا إياها. هلأ تغيير في اللغة، اللسان، في كثير منا إنه للأسف باخذوا مفهوم كلمة اللسان الألسن، إنه بصير يتكلم بلغات غير مفهومة وغير مدركة، وبصير يعمل أشياء حركات غريبة. الألسن هي الكلمة التي أعطاها ربنا، أنه لسان الإنسان كان مربوط في ذاك الوقت، ولكن عندما حل الروح القدس ابتدأت الألسن أي لسانهم ينطلق، انطلق وانحل من الرباط المربوطين به، وابتدأوا يتكلمون بكلمة الله الحقيقية. هاي هي الألسن اللي احنا عم نتحدث فيها، مش بالمفهوم اللي بتحدث فيها آخرين، غريبة وبعيدة عن مفهوم الكنيسة المقدسة. في النهاية يعني رسالة روحية بحب أوجهها. هاي الرسالة: اسجد أيها الإنسان أمام عرش الله، ضع أيقونة المسيح أمامك وأيقونة العذراء والدة الإله، فارفع عينيك إليه وضع نفسك أمامه وقل له: يا رب، هل تستطيع أن تعطيني هذه النعمة وتعطيني ثمار الحياة اللي أنا أنظر إليها حتى أكون كما أنت وعدتني ابنا صالحا؟ هذا هو اللي بحكينا يا ربنا، أنت ينبوع الحياة، أروي ظما نفوسنا للمحبة والفرح والسلام، نحن الإيمان الواثق بعملك في نفوسنا وبيوتنا وكنيستنا وبلادنا لنحيا في سلام وأمن، نعيش على رجاء القيامة، وأقم يا رب الساقطين وثبت القائمين، ورتب أفكارنا وأبنائك وبناتك لتفرح الأم الكنيسة وبنيها بعملك، فالكنيسة دائما تفرح بإنسان خاطئ يعود إليها ويقول: يا رب لقد أخطأت إليك وإلى السماء جالسا أمام عرشك السماوي. فيا روح الله الذي أنت أنعمت به على تلاميذك في يوم العنصرة العظيم، انعم عليه نحن أيضا في هذه الأيام، واعطنا القوة وبارك حياتنا جميعا. فكل المحبة والشكر إلى الفضائية نور سات، ممثلة بإدارتها الدكتورة باسمة سمعان أبونا جورج، وإلى الطاقم اللي بيشتغل على هذا العمل ليوصل رسالة الخلاص ورسالة المحبة لجميع المؤمنين. وكل عام وأنتم بألف خير. أبونا شكرا لك. طبعا كان معنا أعزائي المشاهدين والمتابعين أبونا إيكونوميس جريس إسميرات، وهو من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية، ويحمل أيضا لقب جميل سفير مجلس السلام العالمي وحقوق الإنسان. فشكرا للمداخلة يا أبونا ولهالكلام الطيب. شكرا، شكرا لك. احنا يعني عزين كما تكلمت، يعني إذا بدنا نتكلم عن هذا الموضوع فهو طويل جدا يعني، أكيد، لكن اختصرنا بعض الأمور الكثيرة، وأرجو إنه تكون هذه الرسالة القليلة والبسيطة والتي جزء بسيط من هذه الكلمات أن توصل إلى قلب كل واحد فينا حتى نتطهر ونتعمد باسم ربنا يسوع المسيح. أمين يا رب. أمين إن شاء الله يا أبونا، وشكرا لك، ولنا أيضا لقاءات أخرى كمان إن شاء الله. بما انك انا اليوم سمعنا هالكلام الطيب منك، فنحن طماعين نطلب اكثر. اكيد ان شاء الله، إن شاء الله. احنا دائما بالخدمه. الله يسعدك ابونا، شكرا. الفضائيات الدينيه اللي بتوصل رساله الخلاص لكل انسان. امين يا رب، ان شاء الله نشوفك بالاستديو معك دائما ان شاء الله. ان شاء الله يا ابونا، شكرا لك. شكرا. امين امين, آمين. شكرا. أبونا، في مقولة دائما الناس بتقولها، بتحكي لك أنا بصلي وبصوم وبعمل الصالحات وبأمن بربنا وبكلمة ربنا وبيسوع المسيح
وبصلي المسبحة، ولكن قلبي مطفي من جوا. ما معنى كلمة قلبي مطفي من جوا؟ الهم كتير بسمعها من ناس تقول لك ما إليش، ما فيش حرارة في قلبي، ما في نار، ما في دفئ، يعني قلبي مطفي. فأنا ربطت بمعنى قلبي مطفي إنه الروح القدس لما بيكون حالل على الإنسان ويملأ قلبه بالدفئ أو بالروح، لأنه هو شبهها بألسنة نار استقرت على التلاميذ، كانت معهم مريم العذراء، استقرت، مثل كلمة استقرت ترددت في عماد السيد المسيح لما على بنهر الأردن، لما أقول وجاءت حمامة واستقرت على رأس المسيح. كلمة استقرار، شعلة الروح القدس لما بتكون متقدة في قلب الإنسان المؤمن. كل إيمان لازم يمربوط الإيمان أيضا بالروح القدس ومفاعيله في جسم وفي داخل هذا الإنسان. يعني مثل لما احنا بنقول ممتلئين من الروح القدس، ما في، يعني يسوع هو المسيح، هو الإنسان الوحيد اللي كان ممتلئ من الروح القدس، يعني وكان يفيض علينا من هذا الروح وهذه النعم. لكن احنا بنكون يعني ما عم نوصل لهذا الامتلاء من الروح القدس، حتى لو عم نعمل أعمال الصالحة، حتى لو عم نعمل أعمال اللي بيطلبها وصايا يسوع المسيح، لكن الامتلاء مش كامل بحياتنا، كأنه نحن أنينة ومخزوقة، ومنضلنا كل ما بنحط فيها أعمال صالحة بضلها تنزل، ما بتمتلئ هاي الروح. طبعا أنا بعتقد أنه عدم الامتلاء من الخطايا اللي بنعملها، إن كان باللسان، القول، أو في الفعل، أو بالفكر، أو بالإهمال، لما بنقول أنه خطيئتي عظيمة بالقول والفعل والفكر والإهمال. لكن هذا بدي أربط أنا، أنك تفهمنا كمان تفهم، أنه في فرق بين الضمير اللي بالضمير المتقد اللي بيتحرك بجسم الإنسان على فعل شر قام به، وأين يتجه فيه الضمير لهذا الإنسان اللي غير مربوط بربنا، والروح القدس اللي إنسان اللي حالل عليه الروح القدس والإنسان المؤمن لما بيعمل عمل غير مثلا مقبول من عند ربنا، ماذا يحصل في داخله؟ بداية بشبه اللاهوتيين علاقة عمل الروح ومفاعيل الروح القدس بنوعين من استراتيجية العمل. في استراتيجية العمل الروح القدس الأفقية، وفي استراتيجية مفاعيل عمل الروح القدس الأفقية. العمودية. في عمودية وفي أفقية. هلا العمودية هي صاحبة الفكر الشرقي القديم على إنه الشعب يحتاج إلى الكهنة والإكليروس كي يستصلهم مع السماء في هذا الخط أو المنحنى، في ما يشكل في الزاوية العمودية، يعني إنهم يحتاجوا. ومن هنا بنشوف هياكلنا كلياتها، الكاهن يتجه بأنظاره إلى الشرق، والشعب من ظهر الكاهن بيكونوا خلفه يسيروا معهم كي يصلهم إلى التقاء بمفاعيل الروح القدس ويفعلها. كسل العالم اليوم وطفية القلب، هاي اللي بنحكي عنها، مطفي قلبهم لأنهم بيستنوا الكهنة وبيستنوا الإكليروس هم اللي يفعلوا لهم، يعملوا لهم رياضات روحية، يعملوا لهم نشاطات، يعطوهم هالأكتيفيتي في حياتهم الروحية مشان ما ينطفي قلبهم، عشان يكون متقدين. زي ما بنشوف في بعض الكنائس اللي بتعمل مزارات، بعض الكنائس اللي بتعمل حدائق للفرح الروحي مع بعضهم البعض، زي كنيسة مار شربل، زي الكنائس اللي كنا نعمل في مرج الحمام قعدات للناس وهيك وحفلات وهيك. هاي الحفلات، هاي الشغلات الرعوية هي بتنشط بحياة الواحد، وبيصير بنصلي الجماعة مع بعض، بتشجع بعض. هاي الناحية العمودية. ولكن اللاهوت الغربي اجى بالعلاقة الأفقية، واصبح الكاهن اللاتيني، الكاهن الكاثوليكي بالكنيسة الغربية، يتجه الى الشعب وينظر الى وجه الشعب، ولم يعد يعطيهم ظهره مثل اللاهوت الشرقي. هاي العلاقة أفقية، الكاهن مع الشعب
يستقبلون نعم الروح القدس. فبطل العلماني دوره يقتصر على الجوقة، أصبح العلماني رئيس المجلس الكهنوتي، أصبح الإعلامي مدير مكتب فضائية لمسيحية فضائية مسيحية، أصبح رئيس هيئة فاتيكانية العلماني. فدخلوا العلمانية. من هنا لما بدخلوا العلماني بالكنيسة، كما شفنا تشكيل المجلس المدارس الروم الأرثوذكس امبارح كلهم علمانية، فهذا بينشطهم بيخليهم يشتغلوا بكنيستهم. ببطل مطفي قلبه. إمتى بنطفي قلبه؟ لما ببطل إله دور بكنيسته، يحس حاله أنا اليوم مسيحي بس لأولادي، أولادي كبروا جوزوا راحوا، أنا ماليش، خلص خلصت. بصير عمر الواحد 50 سنة بده يتقاعد، بده 60 بده يقعد ويستنى أجله، قاعد. هذا طفية القلب، لما الواحد يقعد يستنى أجله، لما الواحد يقول خلصت أنا عملت اللي علي وخلص. ما في واحد بيعمل اللي عليه، ما دامنا بنتنفس في رسالة عم نعملها على الأرض لا تنتهي إلا بانتهاء حياتنا. ويوم وفاتي هو اليوم الذي لا أتعلم فيه شيئا، كل يوم بدي أتعلم إشي جديد من الحياة. لما بدي أتعلم بتصير عندي هاي الروح، بقتل الكسل والبلادة وطفية القلب اللي بداخلي وبطلع. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. الموضوع الثاني، أنه سؤال حضرتك كان من شقين، بحاوله بسرعة عشان الوقت. الضمير قيمة أخلاقية عامة للوثني، للمسيحي، لليهودي، للمسلم. الضمير قيمة أخلاقية معيارية، معيارية بمعنى أداة قياس وتقويم، أداة قياس وتقويم لتصرفاتي اللي أنا بتعامل فيها مع الناس، بحطها بهذا الميزان اللي هو الضمير، وصير أحكي أين الشر الذي نتج عن تصرف الأخلاق الأدبي، الشر الأدبي الذي نتج عن تصرفي، جرحت إنسان، أخذت إشي مش لإلي بطريقة غير شرعية، أذيت، كل هاي بفحص على ميزان ضمير، بيجي الضمير بيقول لي شو ما كان ديني، شو ما كنت وثني ولا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي، بيجي يقول لي السرقة غلط، مش حرام وحلال، نحكي غلط وصح بالضمير. ولكن مع الروح القدس بنصير نحكي عن خطية ونعمة، بنصير نحكي عن هاي سببت عمل شرخ لمحبة الله لإلنا. الخطية إيش هي؟ جرح لمحبة الله لإلنا، اللي هو وصل معانا للآخر، فدانا بدمه على الصليب. نيجي إحنا بنقابلها بعمل نكران للوصايا العشرة، نكران لأخلاقياتنا ولا قيمنا ولا وصايا يسوع المسيح وتعاليمه وأمثاله اللي أعطانا إياها بحياة. كل ما عملنا مناقض لإلها، كل ما إحنا طفينا شعلة الروح القدس في حياتنا. والويل له، الويل له، الويل له الإنسان اللي فينا بطفي شعلة الروح القدس بداخله، بيموت. يعني أبونا شعلة الروح القدس بعتبرها زي شو الفحم هذا اللي بولعوه للبخور، موجود في قلبنا، لكن أوقات ما بيكون متقد، وبنحط نحن بخور بدنا نولعه، بدنا نولعه، بقول لك البخور ما عم بتولع لانه موجود الفحم، لكن البخور مش عالي. لازم تشعل الفحم. هاي الروح القدس هي اللي بتشعلها، هي الشعلة يعني هذه عليك. الروح أبدعت. القدس يعني الروح القدس هو اللي يشعل هذا الفحم لكي نستمتع في رائحة البخور عبق. اللي عبق الايمان قداسة. اللي احنا فالانسان لما بيحكي لك انه انا يا ابونا مطفي من جوا، بروح بصلي وبصوم وهيك، لكن من جوا ما عم بيتحرك شيء، ما عم بيتقد الروح القدس وعم بيعمل فيه انا، فبصيبهم نوع من الاحباط. ليش؟ الناس لانه في شيء لازم يعمله، زي بيلعب رياضه وبدخن، بشوف ناس كثيرين بيمشوا رياضه بيلعبوا وبدخنوا، شو استفدنا؟ فالانسان المؤمن اذا ما اتقد الروح القدس في قلبه بصير ايمانه مثل ما تقول واجهه، يعني شعبوي بس. نعم يعني بالضبط شعبوي، انه خلص بروح بصلي هاي بصليت، وبروح بعمل هاي بعمل. في قصة كتير حلوة ما قريتها مثل من العهد القديم لإرميا، من العهد القديم لإرميا 20:8-9، وصل هاي المرحلة إنه لأني، وقال يا رب لأني كلما تكلمت وصرخت وناديت، لما كان يبشر الناس الأمم، لأني كلما تكلمت وصرخت وناديت ظلم واغتصاب، لأن كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل النهار. كان كل ما يحكي ويبشر وكذا يضحكوا عليه ويتمسخروا عليه، ولا خلص فكنا من هالحكي وإلى آخره. فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، خلص زهق، لأنه ما عم بتجيب صعبة. نتيجة يعني خبرة صعبة. فهذا منحكي إرميا النبي، هو قديس
ومن العهد القديم كان من الأنبياء الأنبياء اللي مهمين. مهمين. فشعر مثل ما احنا بنشعر الآن بحياتنا لما بنحكي وبنوعظ. اوقات كثيره بالبرنامج نحن بنحكي وبنوعظ والناس بتقول لك خلص زهقنا هالكلام وسمعناه 100 مره، لكن مثل ارم يسووا فينا نعم. انه خلص بكفي هالحكي، ما في غير بتضلكم تحكوا تحكوا تحكوا. فشو جاوبوا؟ فكان في قلبي كنار محرقه محصوره في عظامي فمللت من الامساك ولم استطع. يعني النار الروح القدس اللي حاله على ارميا النبي هي خلته انطفت، وزي ما احنا اوقات بنقول طفيت، قلبي انطفى، بحكي على الفاضي ما حدا بيرد، لكن مش قادر. النار المستعره اللي هي الروح القدس اللي بقلبه ما خلته يقدر انه يكمل، يضل ساكت وما يحكي باسم ربنا، خلته انه غيرت ربك، ربي اكلتني مثل النار، اكلتني من جوا، ما بقدر اضلني ساكت. رجع وكمل رسالته في انه يحكي ويبشر فيها. حتى ايليا مرق بذات الاختبار، النبي ايليا كمان يعني اعتزل وقال له ربنا خلص الليله خذ روحي، يعني خلص بدي اموت انا، هذا الشعب يعني خلص ما في امل منه يعني. نعم. وكثير في كثير من الانبياء والرسل هيك صار فيهم بالضبط، بنختبر احنا حتى بحياتنا. نعم. بنختبر حتى كما في العهد الجديد في آية لما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونيا كان بولس منحصرا بالروح القدس وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. صار يبشر مع الأمم، هذا من أعمال الرسل. حتى يسوع لما وصى التلاميذ أول ما طلعوا قال له لا تأخذوا معكم إشيين ولا عصاي ولا أكل ولا كذا، وأي بيت دخلتم فوتوا فيه وادخلوا قبلوكم أو أنفضوا غبار أقلامه. وكملوا المسيرة في كلامكم بالزبط. يعني إنه إذا ما لم يتم الغب، موضوع إنه النار المشتعلة في قلبي طفت، هذا شيء مش حلو، خاصة مع المؤمنين اللي بدهم يستمروا في إيمانهم، يضل هالنار مشتعلة في قلبه، يضله متابع ما ييأس، يشوف إيش هي الأشياء اللي طفت قلبه طبعا أو النار الموجودة في قلبه. طبعا في أشياء كثيرة بتطفي هذه النار، زي ما حكينا اللسان، الكلام اللي بنحكيه على بعض او النميمه او في الكلام اللي اوقات بنسب على بعض كذا، هاي بتطفي الروح الروح القدس. الافعال اللي بنعملها الصالحه وغير صالحه، الافعال اللي هي افعال الخير اللي بنعملها للقريب، افعال الخير اللي بنعملها لعائلاتنا، الاهتمام اللي بنعطيه للاخرين، الاهتمام في اني احضر القداس واشارك فيه وارتل فيه واخدم فيه وبرسالته الاعلاميه، ان كان في الترتيل، ان كان في الخدمه، في التنظيف، خدمه الهيكل، انه اضلني مستمر على هذا الفعل وما ايأس. الاعمال اللي بتطفي الروح القدس الاهمال، أهمل بيتي، أهمل أسرتي، أهمل عملي، بالوظيفة اللي بقوم فيها، الإهمال للآخر، أطلع مثلا أشوف إنسان محتاج أهمله، مثل الكان اللي مروا على الإنسان المريض السامري وما عالجوا، هذا إهمال، هذا الروح القدس لا يعمل في قلبهم. هم أوكي مؤمنين وصالحين والآخر، لكن الروح القدس شيء آخر. الروح القدس هي اللي بتخلي قلبك دائما مشتعل، دائما النور بيطلع من تلاقي هيك وجهه بقول لك يا أخي هذا الإنسان هيك النور تشعه من بوجهه، لأنه الروح القدس اللي حل عليه واللي أعطته إياه الكنيسة وربنا من فوق طبعا أعطانا إياه من خلال الأسرار بالتثبيت بالمعمودية، هي التي تعمل ومفاعيلها، والروح القدس تعمل بهذا الإنسان، مش ميتة مش طافية. فالإنسان لما بقول لك أنا مطفي من جوا يعرف إنه الروح القدس لا يعمل في داخله. طبعا إحنا زي ما تفضل أبونا الضمير شيء والروح القدس شيء، الضمير بياخدك لمكان مظلم ما في رجاء، لكن الروح القدس معزي،
اسمه معزي، يعني مزبوط هو بحرك حاله في داخلك وبخليك هيك محروق دمك انك لازم تعمل هذا الشيء. ببكت ببكت ببكت، يعني هاي كلمة التبكيت هذه موجودة بالكتاب المقدس طبعا. ممكن مش كتير مفهومة عند الناس، لا بس هي هاي انت اوجزتي شرحتيها بدقة الكلام اللي حكيتيه. نعم. بدقة هو يبكتك انك تخلك يحركك تتعمل الشيء اللي لازم تعمله، وبالنهاية وجعك. بتنام وانت قلبك مرتاح. فيه سلام ومرتاح. فالإشي مثلا انا حكيت على شخص بقول لك الانسان حكيت عليه زعل مني، بلكن اخذ على خاطره هاي الكلمات زعل مني اخذ على خاطره، لانه الروح فيك متقده فبتقول انه لازم اعمل شيء اصالحه ما اخليه يزعل مني كذا، فبتنام انت قرير العين لحين تصالحه. فهذا الروح القدس مزبوط بحركك وبخليك تتالم للعمل الفعل الغير خير اللي عملته، لكن بالنهاية عم بينيمك قرير العين ومرتاح القلب، لكن الضمير طبعا بتتجه بلا شيء مظلم أكتر، وبتخليك الإنسان ييأس لأنه ما عنده إيمان برجاء أنه العزاء بعمل الصالح وتصليح الخطأ. فالروح القدس خليه دائما متقد في أمين حياتكم أمين. وفي إيمانكم، لأنه الروح هو اللي يحركنا، الروح هو الغيرة هذه المشتعلة اللي بتاكلنا من الداخل على كنيستنا على بيتنا على وطننا على أرضنا على وظيفتنا. لازم أعمل هذا الشيء على أكمل وجه، هذا الروح هي اللي بتحركنا تنعمل الشيء الصالح اللي دائما مطلوب منا، ولا شو يا أبونا؟ 100% أوجزتي، ما بعد كلامي كلام. لا لا يا أبونا بالعكس، احنا بنتعلم منكم يعني دائما هذا الكلام من نجيبه، لكن دائما الروح القدس هو الذي يقودنا. فمفاعيل العنصرة أبونا كثيرة أكيد. والروح القدس الحال على الإنسان، يعني كل إنسان أنا بطلب هلا بنهاية الحلقة إنه كل إنسان يفحص نفسه ويفحص داخله ويشوف هل الروح بعدها متقدة، وما حدا يحكي يقول لك قلبي مطفي. لما كلمة قلبي مطفي من الآن وصاعدا، لما إنسان يحكيها قلبي مطفي معناته الروح مطفية فيه الروح القدس. فشوف إيش اللي طفى هذه الروح وارجع حط هالشعلة بهالفحمات وولع هالبخور تتطلع رائحة المسك والإيمان أمين. بحياتك تتعم النعمة عليك وعلى أسرتك وعلى مجتمعك وعلى وطنك في أعمالك الصالحة. فبالنهاية لأنه طلبنا طلب بيروت أنه ننهي قبل 5 دقائق لأنه عندهم بث مباشر الآن بعد الحلقة، فنحن نختتم حلقتنا اليوم ونتمنى أنكم استفدتوا منها. نأخذ البركة من أبونا وننطلق بسلام إلى الأسبوع القادم بصباحكم نور مجددا بنفس الوقت. فتفضل أبونا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله يا رب، إلى اللقاء الأسبوع القادم من صباحكم. نور سات تلين.